مرحبا. منطقة من الضغط الجوي المرتفع عم بتسيطر على لبنان، طقس مستقر ودافئ نسبيا، الرياح شرقية بتوصل سرعتها ل 9 كيلومتر بالساعة. جولة على مختلف المناطق لنشوف كيف مسجل معدل الحرارة، 20 درجة بالعاصمة، 21 بطرابلس، بنطلع صوب الجبال، 10 بفريا، 11 بالأرز. نسبة الرطوبة على الساحل بتسجل 48% وموج البحر متوسط الارتفاع. خلينا نشوف طقس الويكند. بكرة إذا الطقس قليل الغيوم، الحرارة بتتخطى معدلاتها الموسمية، بتنشط الرياح ببعض الأوقات. السبت غائم جزئيا، بتنخفض الحرارة، بيتشكل الضباب على المرتفعات، كما بتتساقط الأمطار ببعض المناطق الشمالية خصوصا. الأحد والتنين بيستقر الطقس من جديد، الحرارة بتسجل على الساحل نهارا 20 درجة. هذا كان كل شيء، تابعوا نشرتنا اللاحقة لتعرفوا تفاصيل أكثر عن أحوال الطقس.